بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل النهارده ماسك حلو جدا لشد البشره وعلاج التجاعيد. الماسك بتاعي النهارده يا بنات اقوى مليون مره من الفيلر، هيشد بشرتك، هيخفي اي خطوط رفيعه عندك في البشره، ده غير ان هو كمان هيوحد لون البشره، ولو عندك اي تصبغات هيشيلها. وكمان والاهم من ده كله، الماسك بتاعي بيعمل على نفخ وتوريد الخدود، وكمان هينظف البشره بعمق. يلا بينا نعرف ونشوف ايه هي المكونات اللي هنستخدمها. اول مكون النهارده يا بنات هيكون معايا الخميره الفوريه. كلنا عارفين ان الخميره حلوه جدا في نفخ الخدود وكمان شد البشره وعلاج التجاعيد. هناخد كده معلقه من الخميره، وعلى فكره حلوه كمان يا بنات للحبوب واثار الحبوب. هضيف عليها بقى معلقتين من الحليب او اللبن السائل زي ما احنا شايفين كده. خد معلقتين وهبدأ ادوبها كده في الحليب لحد ما تدوب معايا خالص. خلاص يا بنات كده دوبتها مع بعض. بعد كده هضيف لهم المكون اللي بيشد البشرة وكمان بيفتح معاكي بشرتك ويوحد لونها، وهو النشا. هضيف كده معلقة من النشا او المايزينا وهقلب كويس مع بعض، ولو احتاجنا حليب هضيف لهم حليب تاني علشان القوام، بس ان شاء الله كده مش هنحتاج. خلاص كده يا بنات ده القوام اللي انا عايزاه للماسك بتاعي اللي هفرده ان شاء الله دلوقتي على بشرتي على الوجه والرقبة. طيب يلا بينا ونشوف هنستخدمه ازاي. اول حاجة يا بنات هنغسل بشرتنا كويس جدا، وبعد كده هننشفها وهناخد الماسك ده حطيه على وشك وعلى رقبتك وعلى ايديك واسيبيه حوالي تلت ساعة هينشف معاكي. هتروحي على طول تفركيه بحركات دائرية، طبعا الفرك ده هيخلصك خالص من الجلد المات اللي موجود عندك او اي شوائب موجودة في البشرة. وبعد كده بقى بعد ما تفركيه هتغسليه بمية فاترة وبعدين مية باردة او مكعبات التلج تمشي بيها على بشرتك علشان نقفل المسام. وبعد كده على طول والاهم لازم ترطبي بشرتك بعد اي ماسك باي كريم مرطب بقى انت بتحبيه تحطيه على بشرتك. الماسك ده بنستخدمه 3 مرات في الاسبوع، زي ما قلتلك هيديكي نضارة وصفاء وشد للبشرة، وكمان هينفخلك خدودك ويوردها. بتمنى الفيديو عجبك، ما تنسيش بقى تعملي لايك للفيديو وتشاري لكل صحباتك، ولو كنت اول مرة تشوفيني اشتركي في القناة وفعلي الجرس علشان يوصلك كل وصفاتي. اشوفكوا على خير ان شاء الله في وصفات جديدة، والسلام عليكم.